أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا قمر العشيرة يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا مولاتي يا جبل الصبر يا زينب الكبرى. السلام عليك يا مولاي يا قائم آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة إمام حسين، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم جلسة قرآنية، والتي تأتيكم مباشرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك في تمام هذا الوقت الساعة 9 مساء. صيام مقبول إن شاء الله، وذنب مغفور، وطاعات مقبولة بحرمة محمد وآله الطاهرين. الليلة ليلة ليس ككل الليالي، ليلة رمضانية وطيبة ومن جوار المولى بعبد الله الحسين، وتضاف لها وتزينها ليلة ولادة الإمام المجتبى الحسن الزكي سلام الله عليه. نستهل هذه الحلقة إن شاء الله بأبيات في ثوابي، وإن شاء الله ميزان أعمالكم وحسناتكم، ونسأل الله أن تقبل منا هذه الثواب بحق إمامنا المجتبى عليه السلام. يا ليلة الإحسان والبركات، يا ليلة الإحسان والبركات، يا مبعث الألطاف والخيرات، ما خاب من سأل المهيمن داعيا، أي والله ما خاب من سأل المهيمن داعيا بوليد هذه الجود والحسنات، ما خاب من سأل المهيمن داعيا بوليد هذه الجود والحسنات. ولد الإمام المجتبى يا سادتي، ولد الإمام المجتبى، ولد الإمام يا سادتي، فاستقبلوه بأجزل الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم بهذه المناسبة السعيدة، ولادة الإمام المجتبى عليه السلام. نبدأ إن شاء الله على بركة الله أنه بالاستقراء لأهم المفردات والكلمات للجزء 15 ليوم غد إن شاء الله تعالى، ونقرأ من سورة الإسراء المباركة، الجزء 15 من صفحة 282. بداية الصفحة تكون بداية سورة الإسراء المباركة. نقرأ ما تيسر، وإن شاء الله نأتي إلى الاستقراء لبعض الكلمات أو المفردات في هذا الجزء من سورة الإسراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. استهلالا وتيمنا أنه نقرأ ما تيسر إن شاء الله، وبعدها نبدأ بعون الله تعالى بأهم الكلمات. هنالك طلب اليوم، جاءني هذا الطلب أنه شرح الإخفاء بشكل عملي بعيدا عن الأمور النظرية، ويعني مثلا بعض التعاريف. الإخفاء هو حالة بين الإدغام والإظهار. المتلقي من يسمع هكذا بدون أن يعرف كيفية هذا، يعني كيفية أداء بشكل تطبيقي وعملي، ما راح يستفاد عند ذيك الفائدة اللي هي إحنا نرجوها في الأداء. عموما الإخفاء شرحتها مرارا، لكن كمثال تطبيقي الآن، هذا القلم أريد أن أخفيه، مثلا أخفيته على هذه المنضدة في مكان مخفي، أو بالأحرى نأتي إلى يعني يكون شيء شوي أكثر وضوحا. أخفيته عندي، كان في غير مكان لكن أخفيته عندي. هذا القلم في الإخفاء صار له خصيصتين، أنه حافظ على شخصيته، ما يعني مجرد أنه أفكر باستعادة القلم، القلم موجود، ما اللغة، ما صار لإلغاء وذوبان بشخصية المخفى المخفي عفوا. خوش، لا، هذا القلم أخفيته، ووقت ما أريد أن يعني أسترجعه رجع بشكل طبيعي. والخاصية الثانية، أنه مع محافظته على شخصيته، الخاصية الثانية أنه الإخفاء يعني يكون قريب من المخفي. يعني أنا أريد أخفي القلم عندي، لابد يكون قلم يمي يعني بحوزتي قريب مني حتى أخفيه، صح؟ صح. كذلك النون الساكنة الملفوظة والمكتوبة بكلا حالتيها، يعني الملفوظة اللي هي من تكون شنو بالتنوين، سميع سميعا سميع، تنوين ضام فتح كسر، نسمع شنو باللفظ آخر اللفظ، نون ساكنة. النون المكتوبة اللي هاي النون المكتوبة اللي فوقها نقطة، واضحة الرسم يعني ما يحتاج لها إلى شرح. شرط السكون، هسه الملفوظة في التنوين هي ساكنة أصلا، المكتوبة تارة تأتي ساكنة وتارة أخرى لا تأتي ساكنة، فإحنا ليس لنا عمل بالتي ليس ساكنة، إحنا عملنا وشغلنا أنه كله مع النون الساكنة اللي هنا. جيد جيد، إلى هنا عرفنا الشيء الكثير. عندنا 15 حرف، النون الساكنة الملفوظة والمكتوبة تخفى معها إذا جاءت بعدها، يعني إذا جاءت بعدها هذه الحروف، حروف 15 حرف، إذا جاءت بعد النون الساكنة، النون الساكنة تخفى عندها. هنا المسألة المهمة وهي المحور، كيف أخفيها؟ الآن عرفنا
ما الذي يخفى وعند من تخفى. الآن كيفية إخفائها، تعرفون أن للنون الساكنة مخرجين، مخرج انطلاقي ومخرج استدامي أو مخرج استمراري أو استقراري، سميها من المصطلحات، لكن هو العبرة أنه نأتي بالنون إن أول نطقها بطرف اللسان مع ما يقابلها من الحنك الأعلى، لكن استمرار الصوت وين؟ بالخيشوم، يعني المخرج الأول من طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، أما استمرار الصوت ودوام الصوت للنون هو منين؟ من الخيشوم. إن إن تلاحظون؟ جيد. في الإخفاء للنون الساكنة نأتي بالقرب من من؟ من حرف الإخفاء مع المحافظة على شخصية وكيان لمن؟ للنون الساكنة. مثلا الآن هو يصادفنا إن شاء الله مثلا كلمة أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وأنفسكم أيضا عندنا شنو فيها؟ حكم إخفاء. نأتي بالنون الساكنة اللي هي أول انطلاقها منين؟ من أين؟ من طرف اللسان مع ما يقابلها من الحلك الأعلى، صح؟ من سقف الفم. هذا راح يتلاشى، نذهب مباشرة نكون بالقرب منين؟ من مخرج الحرف، حرف الإخفاء. كيفيتها؟ أحسنتم، تلاحظون ممكن التاء في وسط اللسان ما مبينة، نأتي إلى شنو؟ إلى النون مع الفاء. لأنفسكم، أثناء الإخفاء، أثناء ما أدي الإخفاء يجب أن يرافقها صوت من الغنة اللي هو المخرج الثاني للنون. إذا النون ما تلاشت شخصيتها، لا، بقت لها شخصية، وقالها كيان عن طريق من؟ عن طريق الصوت الأنفي اللي هو المخرج الثاني لها. واضح إن شاء الله؟ ما نقول أن أنفسكم أو أنفسكم أو أنفسكم بكل الحركات، لا لا، نكون بالنون عندما ننطق بالنون المخفى نكون في لحظة النطق بها قريبين من حرف الإخفاء اللي هو الفاء، وهكذا الأمر على بقية حروف الإخفاء. أين هو مخرج حرف الإخفاء؟ سواء الفاء أو غير الفاء نكون بالقرب من عنده، بحيث من نصل إلى حرف الإخفاء إحنا كلش قريبين، اللفظ يكون شنو؟ سهل، وبالتالي هو أصلاً يعني أكو قرب، شنو أكو، هو يدور نفس هالمنطقة هاي، أنه النون الساكنة عندها تقارب مع من؟ مع الحروف الإخفاء. مع ذلك هو النون يعني بلفظها كنون مخفات نكون بالقرب من؟ من قرب حرف الإخفاء، بنفس الوقت الذي نلفظ به حرف النون المخفات نلفظ وياها شنو؟ نلفظ وياها غنة. أنفسكم أنفسكم، واضح؟ بهذا المقدار نكتفي. إذا كان سؤال آخر أو شيء يعني يحتاج إلى توضيح إلى شرح أكثر أنا خادم إن شاء الله، وقت الاتصالات إن شاء الله من يفتح، وأتصور إن شاء الله وقت نحان
استاذ سجاد ارفع لنا يعني ارقام، واذا كانت الارقام يعني ظاهرات فنحن ان شاء الله بخدمتكم لتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم. نبدا الان باول مفردة من الجزء الخامس عشر، سبحانه. سبحانه اكو عندنا لفظ سبحانه هيك يلفظون سبحانه، اكو لفظ هيك ولهجة هاي، وانا سامع انه بعض الذي يقرا يجي يقرا هذه سبحانه، لا سبحانه. سبحان الذي، مو اسري اسري، لا اسرى اسرى. سبحان الذي اسرى، والاسراء هو السير ليلا يعني. هسه كيفيته هذا بعد شنو موكول لشروحات اخرى، لكن الاسراء بشكل كمعنى مفرده انه السير ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. كلمه المسجد كثيرا ما نركز عليها ونلاحظ، وسابقا في الاجزاء السابقه قلنا انه ممكن البعض يلفظها كلمه المسجد. المسجد غير صحيحه لانه لا تشم بالزاي، هي السين خالصه، فنقول المسجد. ناخذ اول اتصال من الموصل، الاخ ابو تبارك، سلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، رمضان كريم شيخ علينا وعليكم ان شاء الله. شهر رمضان مبارك عليكم يا حبيبي، احياك الله ابو تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. أحسنت يا أبو تبارك. صدق الله العظيم. أحسنت يا أبو تبارك. ملاحظة واحدة فقط، أنه الآية الثالثة ذرية من حملنا مع نوح، إذا أنت ردت توصلها فليس القطع بالأداء، يعني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان، هذا القطع ما موجود. نعم يعني شيخ نعم. الله يبارك بك. أما يعني تريد توصلها بدون قطع، مع نوح إنه كان عبدا شكورا. جزاك الله خير. الله يجزيك بالخير. أحسنت يا أبو تبارك، موفق إن شاء الله. نعم، نرجع للمفردات اللي هي توقفنا عندها. المسجد، لا نقول المسجد، لا لا، المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. هذه الألف خلت يعني يكون ملاحظة إن شاء الله، لا واحد يغفل عنها ويلفظ اللفظ غير شكل، لا لا، باركنا، باركنا حوله، مو حوله، حوله، لا لا، اللام مفتوحة، حول، حوله، لنريه، مو لنريه، لا، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية التي بعدها، وآتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب. كلمة موسى والكتاب تنتهي بالألف، هذه الألف مدية، هذا اتفاق. نأخذ اتصال وبعد نرجع إن شاء الله لإكمال المفردات. الأخ غانم من كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله. ألو، حياك الله أخ غانم، السلام عليكم ورحمة الله، أنت على الهواء. أخ غانم خليك ويانا على التليفون حتى نسمعك وتسمعنا بدون تأخير بالإجابة، بالتجاوب فيما بينه. للأسف انقطع الاتصال مع الأخ غانم، إن شاء الله يعاود ونكون بخدمته بعون الله تعالى. نعم، كلمة موسى آخرها ألف مدية، والذي بعدها كلمة الكتاب، همزة وصل واللام ساكنة. يطلقون على الحروف المدية حروف سواكن مسبوقة، مثلا ألف ساكن مسبوقة بفتحة قبلها، والواو ساكنة مسبوقة بضمة، والياء ساكنة مسبوقة بكسر، هذا يعني يطلقونه ما موجود يعني. عموما نأخذ الاتصال وبعدها نرجع إن شاء الله. أبو يوسف من الموصل، السلام عليكم يا أبو يوسف. سلام شيخ، شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله يا عزيزي. أشكرك شيخي على البرنامج الرائع. الله يبارك بيك، شكر ميزان لك، ميزان حسناتكم شيخي إن شاء الله للجميع. الله يبارك بيك.
يلا يا أبو يوسف خلينا نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. عيدها يا أبو يوسف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بجنوب عباده خبيرا بصيرا. أحسنت يا أبو يوسف. صدق الله العظيم. بارك الله فيك في ميزان أعمالك وحسناتك إن شاء الله موفق إلى كل خير. نعم نأتي إلى هذه الكلمة، كلمة موسى، وآتينا موسى الكتاب. هذه الألف سوف تذوب مع من عند التقائها مع الحرف الساكن اللي هو اللام. ما نقول موسى الكتاب، لا، موسى الكتاب. تلاحظون شلون صارت؟ موسى الكتاب. موفقين إن شاء الله. ناخذ هذا الاتصال من بلد سيد مناضل. سلام عليكم سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، حياك الله يا سيد. شلون صحتك سيد مصطفى؟ الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل سيدنا. الله يجزيك بالخير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عيدها. الذي باركنا سيدنا. عيدها. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله الله. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال
الديار وكان وعدا مفعولا. أحسنت يا سيد. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله على هذه الروحية في الأداء، موفق يا سيد على أدائك. ملاحظات يعني جدا بسيطة، واحدة من عدها أنا أريدك تعيدها، الذي باركنا حوله، المحافظة على سكون الكاف. باركنا، ما نقول بارك باركنا، لا لا، الذي باركنا حوله. أحسنت يا سيد، موفق إن شاء الله. وأنت بالإعادة ما شاء الله يعني عدتها بأداء جيد جدا. نأخذ اتصال آخر من الأخت مريم من الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا يا مريم، تفضلوا. مبارك عليكم ولادة الإمام الحسن المجتبى. أحسنتم، بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. عيديها يا مريم. ذرية من حملنا مع نوح. الصوت مو واضح عندي، أنت لفظتيها بتنوين فتح أم فتحة فقط؟ ذرية لو ذرية ذرية يعني قصدكم التاء المربوطة مفتوحة أم عليها تنوين فتح؟ لا مفتوحة. جيد جيد. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. عيديها. ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا. جيد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. العفو هاي الكلمة ما وليتبروا ما علوا تتبيرا. هاي قصدكم؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. جيد. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم يا مريم، موفقين إن شاء الله إلى كل خير. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وبالذين اتصلوا بنا قبلكم إن شاء الله، والذين يشاهدون هذه الحلقة نسأل الله لكم صياما مقبولا إن شاء الله تعالى، ومنفع فيما يعني نطرح، ولنا ولكم القبول إن شاء الله تعالى. موسى الكتاب هكذا وجعلناه، اللام تلفظ، ما نقول وجعلناه وجعلناه، لا لا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ما نقول إلا تتخذوه، إلا
إي يعني مكسورة الهمزة، لكن هنا عندنا الهمزة مفتوحة. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل، مو وقضينا، لا لا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، لتفسدن، هاي كلمة يمكن فيها صعوبة لفظ، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن، أيضا هناك صعوبة باللفظ لأول مرة بعد، يعني واحد من يأخذ عليها بالقراءة برياضة اللسان والفكين لا راح يعني يطبع عليها وتكون قراءته لها إن شاء الله صحيحة، لكن كأول مرة. ولتعلن علوا كبيرا، مو علوا عي، لا علوا كبيرا، العين مضمومة. فإذا جاء وعد أولاهما، مو أولهما، لا لا أولاهما، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي، ما نقول أولى، لا لا، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا، مرددنا، ما نقول رددنا، لا لا، رددنا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم، هاي أيضا شنو ما نلفظها، وجعلناكم، هذا اللفظ غير صحيح، وجعلناكم أكثر نفيرا، إن مو أنقول أن أحسنتم أو إن أحسنتم، تحدث الاشتباهات لكن هذا غير صحيح، اللفظ الصحيح هو إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسألكم الدعاء لي ولوالدي، أرجوكم لا تنسون الدعاء، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، إلى يوم غد إن شاء الله، نلتقيكم على حب القرآن، في أمان الله.